الدكتور محمد أحسين من الوجوه البارزة التي بزغ نجمها خلال العشرية الأخيرة في مجال التغذية والصحة، حيث فاق إشعاعها حدود المملكة ووصل صيته لعدد كبير من دول العالم. الدكتور محمد أحسين، والذي لا تفارقه البشاشة والابتسامة محياه، ولد بمدينة تازة ويقطن حاليا بمدينة القنيطرة، ويشتغل بها كأستاذ جامعي بكلية العلوم التابعة لجامعة ابن طفيل. أحسين حاصل على دكتورة السلك الثالث سنة 1994، وعلى دكتورة الدولة سنة 2000، وبالإضافة لشغله منصب أستاذ جامعي بجامعة ابن طفيل. فالدكتور أحسين يشتغل منصب منسق وحدة التغذية والصناعات الغذائية والبيوتكنولوجيا، ونائب مدير مختبر البيوتكنولوجيا الجودة والبيئة. وبالإضافة لذلك، الدكتور أحسين يهتم بشكل كبير بحقوق المستهلك، حيث يترأس جمعية حماية المستهلك القنيطرة، ويشغل منصبي نائب رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك المغرب، ونائب الأمين العام للاتحاد المغاربي لحقوق المستهلك. محمد أحسين، والذي تمكن من خلق ثقافة غذائية جديدة لدى المغاربة، يستند على خبرة علمية من نوع خاص جعلته الشخصية الأبرز في مجاله، وحققت له شهرة كاسحة، حيث تصاعدت نجوميته وشعبيته بشكل سريع ليصبح نجم إذاعة شدى اف ام عبر برنامج شدى للأسرة في فقرة صحة نتاج وفقرة فواكه وخضر. وأمام هذا النجاح والشعبية الكبيرة التي حققها بالإذاعة السالفة الذكر، ارتأت القناة الثانية المغربية جعله إحدى الشخصيات البارزة ببرنامج عينك ميزانك، والذي عرف خلال هاته الآونة الأخيرة نسبة مشاهدة عالية. أسلوب الدكتور أحسين السلس يشكل أحد علامات قوته وجماهيريته، فضلا عن ربطه المعلومات التي يقدمها بخصوص التغذية بمعطيات دينية تبرز نشأته المحافظة. وأمام ضغوطات كبيرة وتلبية لنداء جماهيره ومحبيه، ارتأى محمد أحسين إنشاء قناة خاصة على اليوتيوب يطل من خلالها عليهم، ويقدم منها مجموعة من النصائح والإرشادات لعموم المواطنين، بالإضافة لإجابته عن تساؤلات واستفسارات محبيه، والذين يبحث أغلبهم عن حلول لمشاكلهم الصحية، أو من يختارون سلك طريق الوقاية للحفاظ على جسم قوي ونشيط.